ننتقل معكم إلى تقرير متابعة مستمرة لبيوت أهالي وذوي الشهداء يرحمهم الله في سياق التقرير التالي فنتابع سويا. مشاهدينا الأعزاء، هناك ملحمة وطنية، هناك حماس، هناك جد واجتهاد. الجميع يرغب في خدمة الوطن، الجميع يرغب في خدمة شهداء الوطن، الجميع يرغب في خدمة الجنود في عاصفة الحزم، بل المجتمع الخليجي. طبعا مشاهدينا، نحن اليوم موجودين في خيمة العزاء الخاصة بالشهيد سعيد راشد النيادي، ونحن ما نقول حزنانين، نحن فرحانين. ويعني إذا كان عندنا شيء امتحب صدورنا بأفعال حكامنا وبأسلوبهم الطيب واهتمامهم الباين للعيان، جزاهم الله خير في كل ميدان وفي كل مكان. يعني نحن تأثرنا من مناظر من زياراتهم الموقرة للمرضى وللعوائل، حقيقي هذا الشيء أثلت صدورنا وجروحنا يعني برأت، وحسينا أن نحن ناس ورانا ناس، وإن قيمة عندهم وهم قيمتهم عندنا أعلى وأعلى إن شاء الله. نعم. طال عمرك الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول عمره قال ثارنا ما يبات، وهذه كلمة في الحقيقة رفعت من معنوياتنا، وإحنا معنويات نبونها عالية، وأنتم جزاكم الله خير أسستم اليوم هذا الجيل للوقوف قلبا وقالبا مع القيادة ومع حب الوطن. تسلم. أنا لما سمعت الكلمة هذه أخذ بالثار وزيادة، ووفقها الله وسدد على طريق الخير خطاه، وضرباتهم إن شاء الله تكون مميتة للأعداء إن شاء الله، موفقة بعزة الله وجلاله. ونحن هذا الشيء أثر فينا بالفرحة زين، ونتمنى لهم التوفيق والنصر العاجل بإذن الله الكريم. الحمد لله رب العالمين، طالما أن الله أعطانا النظام وعطانا الحكام وعطانا القادة وعطانا المفكرين وعطانا الناس اللي يسددون، هم سدوا وهم زود فيهم إن شاء الله، ونحن نتمنى لهم التوفيق. نحن علينا الآن الدعاء لهم بالتوفيق. العلم هذا أسسه زايد زين، وتبنوه عياله وقوم يعني ودعموا قوائمه، ونحن علينا محافظة عليه بأي أمر يطلبون منا. ومش هذا كلام فعلا صار، يعني هذا صار. الله يرحم زايد عز وجل، سلمنا دوله وسلمنا أبنائه وأفكاره وأعطانا اتحاد، ونحن وراء الله ثم وراء الاتحاد زين. وبارك الله فيهم وطور الله بعمارهم، والله يبارك في شعبهم ويسلمهم من الشر. والله أعزي شعب الإمارات على شهدائهم في اليمن، والله يصبر كل أم لها شهداء، والله يصبرهم وينصرنا إن شاء الله على أعدائنا أعداء الدين إن شاء الله. الحمد لله نحن زادتنا إصرار وعزومة، يعني أن نكون للمقدمة. ما نحن دائما في عندنا علم يرفرف، نحن يعني لابد أن نكون وراه. وسمعت وكلمة أي واحد بينا ولي الأمر طاعة العمياء، لأن نحن أولا جميعنا الحمد لله مسلمين، أطيع الله ورسوله ولي الأمر منكم. ولي الأمر إذا أعطانا هذا الأمر فنحن الحمد لله سعداء أن نحن رحنا في أمر، ما رحنا يعني أن على كيفنا طالبين شيء. الله يطول بعمر الشيخ خليفة وحكام دولة الإمارات كلهم، والله أخوة، ولا واحد منا بدنا يعني ما في واحد مواطن راح لا أي واحد من هذا الحكام ومنعوه عن لا يدخل. لا والله هاي كلام اللي بيقوله بيكون جاحد معروف، لكن نحن نقول لك علمونا نحن وعيالنا. شوف شو الحياة هي، الأمن والأمان والعيش والاستقرار والتعليم والصحة، هذا كله موفر لنا. نحن في جنة بالحلال، والله في جنة، بس الله يعلم يعني جنتنا كيف. الناس تمنى تكون فهذه تحت هذا الحكم. وبقول اللي بتربص بينا ولا له نوايا خبيثة الله لا ردهم، ونحن قدها في السلم أمد اليد والعون في كل بلد من البلدان اللي ترد العون المد. وهذا نحن اللي أعطانا إياه حكومتنا ووالدنا الله يغفر له الشيخ زايد، علمنا على أن نكون في وقت الشدائد قدها، ووقت الرخاء نمد يدينا لكل محتاج. وهذا نحن هذا عقيدتنا اللي نمشي فيها في الحياة. فعلا نحن هذا الشرف العظيم لنا كقبيلة نيادات أن واحد من أبنائنا يستشهد في سبيل الله وفي حق الوطن، يعني مدافع عن بلاده. فخورين كلنا بهالولد وجميع الشهداء، ربي يتقبلهم إن شاء الله، والله يرزقنا الشهادة بعد مثلهم إن شاء الله. أول شيء طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله وطاعة ولي الأمر، هذا شيء ما في نقاش أبدا يعني، ونحيا ونموت عليها إن شاء الله.
والله يملنا ان شاء الله نرد جزء قليل بس من اجل بلدنا هاي اللي قدمت لنا كل شيء.